بسم الله يا ابو الابن الروح القدس يا احد امين تحل علينا نعمه رحمه وبركه من الان والابد امين كلها امين. موضوع النهارده في الانجيل عن موضوع نهايه العالم. الموضوع ده هيتكرر طبعا عشان احنا داخلين على اخر السنه, ففي اخر السنه القبطيه بيتكرر الموضوع ده كتير. فاحنا هنستاذنكم ناجل موضوع الكلام على نهايه العالم مره تاني, لكن في موضوع عايزين نتكلم فيه النهارده, موضوع مهم. نقراه في اصحاح 13 متى 13, بيتكلم فيه الرب يسوع المسيح عن تشبيهات لملكوت السماوات, وابتداها بخرج الزارع ليزرع, وعارفين مثل الزارع, وفسر هذا المثل, وبعدين قدم لهم ايضا مثلا اخر قائلا: يشبه ملكوت السموات انسانا زرع زرعا جيدا في حقله, وفي مناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى, فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان ايضا. فجاء عبيد رب البيت وقالوا له: يا سيد, اليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ فمن أين له الزوان؟ فقال لهم: إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد: أتريد أن نذهب ونجمعه؟ فقال: لا, لئلا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه. دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد, وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق, وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. وبعد ما قال مثل تاني, صرف الجموع وجاء إلى البيت, فتقدم إليه تلاميذه قائلين: فسر لنا مثل زوان الحقل. فأجاب وقال لهم: الزارع الزرع الجيد هو ابن الإنسان, والحقل هو العالم, والزرع الجيد هو بنو الملكوت, والزوان هو بنو الشرير, والعدو الذي زرعه هو إبليس, والحصاد هو انقضاء العالم, والحصادون هم الملائكة. فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار, هكذا يكون في انقضاء هذا العالم. يرسل ابن الإنسان ملائكة فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعل الاسم, ويطرحونهم في أتون النار, هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم. من له أذنان للسمع فليسمع. موضوع الحنطة هو الزوان. الزوان نبات بيطلع مع الحنطة. إزاي؟ لو مش هينفع, مش هينفع كده. مش أنت تقدر تركزي, غيرك ما داش يركز. خد البيبي وقعدي تحت ميكروفون برا لو سمحتي. موضوع الحنطة هو الزوان. وفي هدف من وراه السيد المسيح عايز يقول ان موجود في العالم حنطة وزوان. ايه الزوان؟ الزوان ده بيطلع مع نبات الحنطة لما تبدر, في بذرة بالضبط زي القمح بالضبط شكلها, لكن ضعيف. والبذرة دي بتنزل دايما, لا يمكن اننا نتجنبها, موجودة في القمح دايما. ولما يتبدر القمح تطلع مع القمح, والنبات شكله زي القمح بالظبط, ما يبانش غير لما يكبر قوي في الاخر, لكن هو طالع يطلع بنفس الفروع نفس الورق نفس الفصيلة نفس الشكل. لكن لما يبتدي يكبر يدي برضو سنابل, بس سنابل الزوان عبارة عن سنابل صغيرة فيها حبوب ضعيفة صغيرة متكررة على الساق كده بطول الساق وهو طالع. والحنطة فيها سنابل, لكن سنابل سمينة قوية موجودة بعدد قليل أقل من الزوان. لا يمكن التفرقة بين الزوان والحنطة وهي صغيرة. فلو الواحد يقول لك دي حنطة أو دي زوان, ما يقدرش يجدج بالضبط وما يتنقاش, وخاصة والنبات ضعيف. يبان لما يكبر خالص, لما يكبر خالص تبتدي بقى السنبلة بتاعت القمح تبان قوي, والفروع بتاعتها تبان, والحبوب بتاعتها تبان, وتبان خالص في الحصاد أو قرب الحصاد.
القمح طبعا كلنا بناكله في العيش، أما الزوان فهو يحتوي على بعض المواد السامة والضارة، فهو لا يفيد، مضر، شيء وحش، ولذلك اتحط المثل على موضوع الحنطة والزوان. السؤال ده الحقيقة بيتردد في أذهان ناس كثيرين عن الحياة في المجتمع، ليه أولاد الله موجودين ومحاطين بأولاد إبليس، أو الناس الكويسين محاطين بالأشرار؟ وممكن يتركب على هذا السؤال أسئلة كثيرة جدا، إحنا بنعمل إيه هنا وإحنا قاعدين هنا ليه، والمجال اللي فيه الخطية والمجال اللي ما فيهوش الخطية. ربنا خلق الدنيا على هذا النظام، أن يكون فيها حنطة وفيها زوان. فإحنا عايزين نتعلم النهاردة الدرس المستفاد من تدبير ربنا أن توجد الحنطة مع الزوان، وربنا بيحافظ على الحنطة وبيلم الزوان، وإيه الهدف من موضوع الحنطة والزوان. ده يهمنا جدا، علشان ده بيخلينا إحنا نأدابت أورسيلفز في المجتمعات لما نشوف فيها شر وخطية ما نجزعش ومنخاف، لكن لازم نفهم أنه يوجد، كما أنه توجد حنطة يوجد أيضا زوان. ولما بنحط في ذهننا الخطة إزاي نعيش في أي مكان أو في أي زمان أو في أي ظروف تحت أي ملابسات، نبقى عاملين حسابنا كيف نسلك كحنطة ونظل كحنطة. وهنشوف دلوقتي إيه الأخطار وإيه الفوائد بتاعة هذا الوجود. الزارع قال هو الإنسان أو هو ابن الإنسان، متأسف، قال هو ابن الإنسان اللي هو بيتكلم عن نفسه، إنه رب الحصاد وهو بذر بدمه، يعني البذار دي اللي بذرها في العالم كله بدمي، فهو إيه؟ يحمل خطية العالم كله، فهو إيه اللي قدم الخلاص اللي هو البذرة الجديدة، بذرة البركة، بذرة الحياة والدعوة إلى حياة أبدية، بذرة العودة مرة أخرى إلى الفردوس، بذرها بدمه على الأرض، كل من يؤمن به تكون له حياة أبدية. إحنا اضطردنا من الفردوس في صلب أبينا آدم وأمنا حواء، ولكن لما جاء المسيح وبذر بذار دمه على الأرض وسفك دمه وسال على الأرض، فهو قدم بذلك عربون العودة إلى ملكوت السماوات. يريد منا بهذا البذار أو بالبذار اللي هو رماها على الأرض اللي هي دمه، يريد بها ثمرا متكاثرا لحساب ملكوت السماوات. هيحاسب الناس بعدين، اوعوا تفتكروا انه مش هيحاسبني، يقول لك انا حر، اقبل ما اقبلش، اعيش مع ربنا ما اعيش. لا يا حبيبي، انت مش حر، لانك عمرك ما كنت حر، وانا واحد منكم، عمرنا ما كنا احرارا، احنا عبيد الله. لما خلقنا احنا كنا تحت يد الله، ولما رفضنا ان نصير عبيدا لله واولاد لله في الفردوس، احنا اللي حكمنا على انفسنا اننا نتحرر من هذه البنوة وعبادة الله، فاضطردنا برا وتلقانا الشيطان وبقينا عبيد فعلا تحت سلطان الشيطان. فاحنا عبيد، لكن لو مع ربنا هنصير أبناء، ونظل لو بعدنا عن ربنا نظل عبيدا. ولكن الله حرر العبيد كلهم بكل الأجناس بكل اللغات على مستوى كل البلاد وكل القبائل، فالكل تحرر أو مقدم له عربون الحرية بدم يسوع المسيح. فلذلك دم يسوع المسيح الذي أهدر على الصليب كبذار للإيمان وبذار للحياة الأبدية أو بذار للحنطة العهد الجديد، كلنا هنقدم عنه حساب، حتى اللي ما يعرفش، حتى اللي عرف، حتى اللي سمع، حتى اللي عاش، حتى اللي على كيفه، حتى اللي بإرادته، هنقدم حساب. كل واحد هيحاسب عن هذا البذار اللي بذر الرب، وهو استجاب أو ما استجابش، واستجاب قد إيه. كلنا سوف نحاسب عن هذه العطية التي أعطاها الله للعالم. علينا إننا نقدم ثمرا. ما فيش حد فينا يقول لك أنا مش انترستد أو مش غاوي، لا، ده أنت لازم تبقى انترستد، لأنك مش انترستد هتبقى تحت الدينونة، لأنك تحت يد سلطان الشيطان، وتحت يد سلطان الله لازم نقدم أيضا ثمارا. ولا ننسى ونحن نقدم ثمار أو نزرع أو ننشر كلمة الله أو الإيمان بربنا أو رسالة ربنا، ليس الغارس شيئا ولا الساقي شيئا، ولكن الرب هو الذي ينمي. فالعطية كلها من عند ربنا، والله هو مصدر كل هذه البركة في خلاص البشرية، وراجع زي ما قلنا إلى دم يسوع المسيح المسفوك من أجلنا على الصليب. هو مصدر واحد للصلاح، لا يوجد، المسيح قال كده في المثل،
اللي بتاع القصة بتاعة الرجل الغني، قال له يا معلم، أيها المعلم الصالح، قال له ماذا تدعوني صالحا؟ لا يوجد أحد صالح إلا الله وحده، فمصدر الصلاح هو الله، مصدر البركة هو ربنا، ومصدر البذرة الحلوة هي ربنا. الحقل هو العالم كما يقول الإنجيل، حقل كبير بإمكانه أن يعطي ثمار لا حصر لها، طبعا ثمرا صالحا. وهو العالم لو تأملنا فيه نلاقيه ربنا وضعه وخلقه مليان بالخير والوفرة والبركة والشبع والسرور والرضا، يكفي كل واحد في العالم يعني أضعاف أضعاف عمره. ما اللي جرى؟ لأنه الشر دخل فضيع البركة، ودت الناس تتهافت على الـ 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 أنا والذات، وبدت الناس ما بتحبش بعض، بدت الناس ما تعتنيش ببعض، بدت الناس يبقى فيها المتمتع وفيها المحروم، بدأ فيها القوي والضعيف، بدأ فيها الكويس والوحش. فطبعا البركة اللي في العالم، ان كنا بنقول ان في شح في شيء، فانما ده مش من الله، لكن ده راجع لأسلوب معاملة الانسان مع الارض او مع الحقل الكبير. العالم هو حقله، بيقول زرع في حقله، في حقل ربنا، زرعا جيدا لأنه لله رب الأرض وملؤها، كل شيء دفع من الآب في يد الابن، كل شيء دفع عليه. أوعى تفتكروا أن الأرض دي ملك إبليس، لأن لما المسيح جه بيقول لك إيه، إحنا بنقول في التعبير بتاعنا أنه رئيس سلطان الهواء أو رئيس هذا العالم، لكن هذه الرئاسة بتاعت الشيطان على العالم أو رئيس أو البرنس بتاع العالم ده انتهى بمجيء المسيح على الصليب. أنا قد غلبت العالم، غلب العالم يعني نزل حرر العالم. ما فيش حد فينا على وجه الأرض ملزم أنه يتبع الشيطان أو الشيطان ليه عليه سلطان، ويقول أنا عايش في العالم لكن الشيطان غلبني ولأنه ليه سلطان علي، هو رئيس هذا العالم وهو غويني وهو ضحك علي. ما نقدرش، لأنه ربنا جرد الرئاسات، وأكبر رئاسة جردها من سلطانها هو الشيطان. فالأرض كلها ملكية أو حقل متسع للرب، يزرع فيه كما يشاء، بس هيهات انه هو يعطي ثمرا صالحا. الزرع الجيد هو بنو الملكوت، بيرمز للزرع الجيد بالناس الاتقياء او الناس المخلصين او الناس المتدينين اللي يعرفوا ربنا بقلوبهم، ليس بالاسم ولا بالانتساب. كثيرون هم مسيحيون، كتير هيجي المسيح لما يجي وسطينا، للأسف يا أحبائي، وأنا مش بقول الكلام ده تأنيب لكن تحذير، هيجي ويفصل برضو حتى المسيحيين، حتى المتدينين، حتى اللي بيترددوا على الكنيسة، حتى اللي بيعتبروا نفسهم ولاد ربنا، حتى اللي بيقدموا عطايا، حتى اللي بيتناولوا، هيقول له أنت منتسب إلي بشفتيك وبلسانك وبفكرك بعيد عني وقلبك مبتعد. فربنا له نظرة كيف يفصل بين الزرع الجيد والزرع الرديء. نحذر لألا تكون عبادتنا ربنا ايه، شكلية، لكن من جوه ما فيش صدق ولا في امانة في محبتنا لله. فالزرع الجيد هو بنو الملكوت، ليس بالانتساب الى المسيح من خلال معمودية او ممارسة شكلية او الاسم او الحاجات الظاهرية، لكن من جوه الثمر يبان من جوه، زي ما بيقول من فضلة القلب يتكلم اللسان. واحد يقول انا زرع جيد للمسيح والسب والشتيمة على لسانه والكذب موجود جوه قلبه ما يخلصش، هنشوف الكذب وخطورته دلوقتي، اللبط والشغل بتاع العالم كله مخزون جوه قلبه جوه فكره، الانانيه والطمع وكل الحاجات دي موجود. يقول انا ابن الملكوت او انا زرع جيد، كيف يستقيم هذا الامر؟ لا يا احبائي، مش هيتخلط ده مع ده، لان كثيرون ضحوا بكل شيء في الحياه علشان تظل قلوبهم نقيه وافكارهم للمسيح وحياتهم نقية تمام عشان يبقوا للمسيح، يستحق انهم يكونوا اولاد الملكوت. كلنا نعرف البذرة الصالحة او كل بذرة جاية من ثمرة، وربنا لما خلق كل الخليقة او كل النباتات كل الثمار بامر الهي، قال لكل شجرة يكون فيها بذر ويكون البذر كجنسه. فكلمة كجنسه دي حملت كلمة الله البذار اللي موجودة، ان فيها جينز الوراثة اللي بيقول عليها دلوقتي جينز الوراثة لا تتغير من ساعة ما ربنا خلقها. بيعملوا شوية تحويرات هندسة مش عارف ايه، هندسة وراثية ولا هندسة، لكن تظل الصفة اللي ربنا خلقها. في القمح يطلع قمح والزوان يطلع زوان، وعمر ما القمح يتحول لزوان ولا زوان يطلع ولا ثمرة تدي ثمرة مكان ثمرة، لان ربنا حافظ كلمته فيها
فتعطي كل بذرة الثمرة المرجوة كما حملت كلمة الله. وربنا لما حط في كل كلمة هو بيغرسها أو بيديها حاطط فيها نعمة روحه القدوس لكي حينما تصل الكلمة تلقى على الأرض الجيدة في قلوب ومسامع الناس. فزي المثل اللي قاله قبل كده اللي هو مثل الزارع الذي خرج ليزرع فتعطي ثمارا 30 و60 ومعه. والله يقول عن كلمته أنه ساهر على كلمته ليجريها. يعني كلمة ربنا فيها قوة وفاعلية، فيها قوة مخزونة، فيها قدرة مخلصة ومخلصة. لما تنفجر هذه البذرة في قلب الإنسان المؤمن ويكون مستعد وقلبه يلين ويقبل أنه يتعامل مع كلمة الله تبتدي تنبت. ياما الكلام بيقع في أذان الناس، وياما الوعظ بيجي كتير وقراءة كتاب المقدس كثيرة، لكنها لا تثمر مع كل الناس ولا مع كل القلوب. القلب المستعد، القلب المفتوح، القلب اللين، القلب الجيد، القلب الصالح يبتدي يتعامل مع هذه البذرة اللي جاية من ربنا اللي هي كلمة الله، فتنفجر منها القوة، قوة الحياة والتجديد والخلاص. فكلمة الله تطلع منها هذه القوة الهائلة تنقذ الناس. ومن هنا ربنا هو الذي بذر البذرة الصالحة، والبذرة الصالحة هم الناس اللي تجاوبوا بيتعاملوا مع كلمة الله الممسوحة بالروح القدس، فيها قوة وفيها حياة. ونسمع عن كثيرين يا أحبائي كانت كلمة واحدة غيرت حياته، كلمة واحدة غيرت حياته، أو أرى كلمة أو جت كلمة في حياته غيرت. نسمع عن مثلا القديس الأنبا أنطونيوس، دخل مرة يسمع وعظة قال بيع كل مالك، إن أردت أن تكون كاملا بيع كل مالك وتعالى اتبعني حاملا الصليب. خرج على هذه الكلمة اللي مخزونة فيها دعوة من الله قبل هذه النعمة، نعمة روح قدس، فراح بيع كل اللي وراه واللي قدامه، وصار الأنبا أنطونيوس أعظم قائد لحركة الرهبنة في العالم كله. كل راهب وكل رهبة في العالم يدينون للأنبا أنطونيوس اللي هو المصري القبطي، لأنه هو سمع هذه الكلمة وتعامل معها بالقبول. كانت كلمة الله اللي على كل موجودة في الإنجيل وفي كل وقت وفي كل ساعة بتتقري. كم مرة الكلمة بنتعامل معها بهذا الصدق وبهذه الأمانة وبنستجيب ليها؟ طبعا لو كان يقول لك ما هو باع كل حاجة، لو باع 300 فدان ولا 3000 فدان النهاردة، اسم الأنبا أنطونيوس يذكر ومحفور ومحفوظ ويذكر في الصلاة ويتبعه كثيرون. لو كان دفع الملايين والمليارات والبليارات ما حدش كان يقدر يخلد اسمه، لكن اللي خلد اسمه ربنا، لأنه هو ضحى بالقليل لأجل اسم ربنا ولأجل سمع كلمة ربنا، فربنا أبقى ذكراه لغاية يوم مجيئه. ده غير أجرته الشخصية اللي هو موجود فيها في السماء، تمن ما هو سمع كلمة ربنا بأمانة. الرب يسمي الزرع الجيد بنو الملكوت. نحن نتحول كبذار صالحة أو كخليقة صالحة أو زرع جيد، ونتحول إلى مستوى أننا أعضاء في مملكة، مملكة المسيح. إحنا بنو الملكوت، واضح جدا اللي هيمشي مع ربنا مش هيضيع هدفه أو طريقه أو نهايته، عارف أنه هو واصل إلى الملكوت. كذلك الإنسان يا أحبائي بالضبط، لو طبقنا عليه مثل الزرع الجيد والثمرة الجيدة والبذرة الجيدة، نلاقي الإنسان الجيد يتصرف تصرفا جيدا، زي ما قلنا من فضلة القلب يتكلم اللسان، ومن الثمرة تعرف الشجرة. واحد كلامه مر يبقى من جوه الشجرة دي مرة، واحد كلامه مؤلم يبقى هو من جوه مؤلم، واحد كلامه في حب يبقى هو من جوه محب، واحد كلامه معزي يبقى هو من جوه متعزي، واحد كلامه روحي يبقى هو انسان روحاني، واحد من جوه كلامه يزعج يألم يداية يغيظ يبقى من جوه مفهوش الروح القدس. فمن الثمرة تعرف الشجرة، ونعرف هل نحن بنو الملكوت مهما حاولنا نخبي. احنا مش هنختبر بعض، لما نقول الكلام ده مش عايز كل واحد يحط في ذهنه فلان بيكلمني ازاي فلان بيكلمني ازاي، ده هو كده ده هو كده، مش عايزين كده. عايزين الواحد يبص لنفسه ويشوف حصيلة كلامه وتعاملاته وحياته وثمرة حياته مع الآخرين. يصلح أن يقال عليه النهاردة هو ثمرا جيدا أو زرعا جيدا، هل هو حنطة أم هل هو زوان؟ يسوع المسيح جاء إلى العالم مندوب أو ممثل لينا
أو نائبا عنا، جاء زينا بالضبط فيما خلا الخطية وحدها، تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء. فكل واحد فينا مدعو أن يكون مسيحيا يحمل صفة أو يحمل وجود الروح القدس في حياته. إن وجد الروح القدس في حياتنا فنحن بني الملكوت، ويبقى الثمر الذي نعطيه هو ثمرا صالحا، ويبقى الزرع الذي نريه للآخرين أو نتفرج على الآخرين هو ده الزرع الجيد. فإحنا عايزين نسأل، لو المسيح جه وعطانا هذا المثال وهو أصل هذه البركة وأصل هذا التعليم كله، كان المسيح في صورة متكاملة تماما كإنسان كامل وهو يدعونا أن نتمثل به، بعدين بيقول لك كونوا قدسين كما أن أباكم قدوس أو كما أنه هو قدوس، كونوا كاملين كما أن كونوا طاهرين. يعني كل صفة بيديها لنا ربنا يسوع المسيح أو كل وصية عايزين نتعلمها بيقدمها في شخصه، وجعل لنا هذه الإمكانية في شخصه أننا نتعلم منه كنموذج الصلاح والبر والقداسة، فنكون شجرا صالحا وثمرا صالحا، لأنه كان هو منبع الصلاح كله زي ما كنا بنقول، هو أصل الصلاح كله، حتى أنه في مرة من مرات قال إيه، أنا هو الكرمة وأنتم الأغصان، كل اللي يتحد بي ويثبت فيا لابد أن يعطي من الثمر اللي أنا بديه، يعطي الصلاح. فاللي مش ثابت في المسيح لا يستطيع أن يعطي الصلاح. شجرة مش ثابتة في الكرمة تعطي صلاح منين؟ عنبة فرع عنبة لكن متركب على شجرة مرة، يدي عنب منين؟ يدي عنب مر أو يدي حاجة وحشة، لكن مدام ثابتة في الكرمة الحقيقية اللي هي مصدر كل صلاح فتعطي صلاحا وثمرا صالحا. السؤال، هل أنا وأنت وأنتي نعتبر أنفسنا زرعا جيد؟ هل كل واحد يفتكر كده مع نفسه ويفكر مع نفسه، هل أنا زرع جيد؟ قبل ما نتكلم على الزوان، ما احنا على طول بنهاجم ونتكلم على الفساد المحيط ونتكلم على الشر ونتكلم على الخطاه وعلى الخطية وعلى الإباحية وعلى وعلى وعلى. طب ما نرجع احنا لأنفسنا، احنا في الأول احنا فين من الزرع الجيد؟ هل توافرت فينا شروط أن نكون زرعا جيدا؟ هل نصلح الأرض كثمار وتصلح الأرض بينا، ولا تتلم الزرع الوحش ده وعايز تحرق وتتحرق الأرض بيه؟ هل إحنا هذا النوع ولا النوع التاني؟ هل نحن بني الملكوت؟ هل متصلين بالروح القدس؟ هل نحن مشتعلين بنعمة الروح القدس؟ هل نستقبل من الكرمة الحقيقية عصيرها الحقيقي؟ هل ثابتين في المسيح؟ عندئذ يكون لنا الثمر اللي هو ثمر الروح، لأن إذا قلنا إن المسيح تجسد من مريم العذراء بالروح القدس فلازم يكون فينا احنا الروح القدس أيضا، ولو فيك الروح القدس لازم تعطي ثمار الروح القدس، ما تديش بقى ثمار روح العالم، الخطية والنجاسة والشر والكذب والضغينة والكبرياء والنميمة والإدانة وإلى آخره. فلو فينا الروح القدس نعطي هذا الثمر، ثمارنا تكون متفقة على حسب مواصفات ثمار الروح القدس في غلاطية 5. كل مسيحي اللي يحق عليه انه هو يقول انه زرع جيد وليس زوانا، يشيل الياه الاخرانية اللي في كلمة مسيحي من فضلك، شيل ياه وخليها مسيح. كل واحد فينا يجب ان يكون مسيحا، صورة للمسيح في حياتنا. اذا كان المسيح في قلبك وانت ثابت فيه وهو فيك، فكل واحد فينا هيبقى مسيح، يتكلم مثل المسيح ويتصرف مثل المسيح. كلنا هو عايزنا نبقى كلنا كده عبارة عن صورة المسيح متكررة فينا، مش اسم يتكتب على بطاقة او يتكتب على الايد او يتدق في تاتو او يبقى مظاهر نبان بيها قدام الناس انا رجل مسيحي ما صحش. وصح ان يكون لنا صورة المسيح ونحيا كحياة المسيح، وهي دي اللي تخلينا في الكاتيجوري بتاع الزرع الجيد. الزوان زي ما قلنا، ايه شكل الزوان؟ هو الثمر الرديء او الزرع الرديء. مين هم الزوان الذي يرمز اليه الرب في هذا المثل؟ قول زي ما انت عايز بس من غير ادانة، لحسن كل واحد معرض فينا. وهو بيقول الزوان اللي هم واللي هم واللي هم، لو مخه بيركب الخطايا على الاخرين يبقى هو غلط عليه، ما صحش. احنا نقول كلام عام ما بنركبوش عن الناس، لكن من يقصد المسيح بالزوان؟ الزوان الخطاة، غير التائبين، المنافقين، المرائين، الدنسين، الأشرار،
الأشرار، كل الناس المتعلقين بالعالم، كل الناس اللي ملهمش صلة بالمسيح، بيقول عليهم بنو الشرير في الكتاب المقدس. الزوان دول اللي هم بنو الشرير. بنو الشرير ليه؟ بنو إبليس، لأن رفضوا أنه يحررهم الإبن، ورفضوا أنهم يعيشوا ويقتاتوا على الخرنوب اللي بيقدمه لهم إبليس، ويعيشوا في الشهوات في الخطيئة في النجاسة تحت أقدامه، ولن يحررهم. المسيح بيقول إن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون أحرارا. لا توجد كلمة حرية في قاموس الشيطان، لكن الحرية اللي بيديها لنا كلها في إننا نقترف كل اسم. يقول لك عندك حرية تكسر كل القوانين وتعمل كل الغلط وتعمل كل الخطايا. طب وتديني حريتي منين؟ يقول لك لا، انت في قبضة يدي، في سلطان، انا مش هروح جهنم بالنار لوحدي، لازم اخد العالم كله معايا. فالشيطان لا يستطيع ان يعد احدا بالحرية. ولذلك بنو الشرير دول ناس مش مستفيدين بالحرية. هم كل الناس اللي استباحوا لنفسهم الحرية. لهم صورة التقوى زي الثمار الفجة الردية، لها صورة الثمرة لكن من جوه مليانة سموم ومرارة، لكنهم يعملون أعمال أبوهم بنو إبليس، يعملون أعمال إبليس المخزية، ويقبلون أفكاره النجسة وتعاليمه الفاسدة. منه يتلقون التوجيهات كل يوم، لأنهم أسلموا إرادتهم وزواتهم له، وصاروا مثله مرفوضين. صاروا مثله مرفوضين، كل الناس اللي هم بيتبعوا الأسلوب الشيطاني أو أسلوب الشرير، أولاد إبليس. بيقول معلمنا بولس الرسول في أفسس 2: وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب ظهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء، رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. سلطان في الهواء لك ملوش ملك، خلاص المسيح نزع منه سول لجانه، لكنه يعمل هذا الروح عكس الروح القدس. احنا فينا الروح القدس لو كنا كويسين، لو كنا وحشين وخطاه وانجاس واشرار، يعمل فينا الروح المضاد. بيقول كده الروح الذي يعمل الان في ابناء المعصية. يبقى بقى في اولاد الطاعة وفي اولاد الايه المعصية، في اولاد الله وفي اولاد ايه بنو الشرير، في اولاد البركة في اولاد اللعنة. في يوحنا 8:44 هنا بيعلن لنا عن الناس الأشرار لما بيوبخهم، بيوبخ اليهود الفريسيين والكتبة المرائين، قال لهم أنتم من أب أهو، أدي إيه بنو 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 الملكوت، ويقابلها الزوان اللي هو بنو إيه بنو الشرير. فنشوف مواصفات بنو الشرير كما ذكرها المسيح في يوحنا 8. بيقول أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا، ذاك كان قد تالى للناس منذ البدء. ما هو قتل آدم وحواء، قتل آدم وحواء ورماهم في الموت الدهري لغاية لما المسيح خلصهم على الصليب. كان قد تالى للناس منذ البدء ولم يثبت في الحق، لأنه ليس فيه حق، وما تتكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له، لأنه إيه كذاب. وإيه لا أبو الكذاب، بس مش كل كفاية هو لما يبقى هو الكذاب يبقى كفاية، أبو هو الكذاب وأبو الكذاب. خلي بالكم احنا احيانا نقول كذبة صغيرة وكذبة بيضة، شوفوا بقى الكذبة بتودينا فين، بتنسبنا مباشرة الى ابليس عدو كل بر. الكذاب هو ابن لابليس، بيقول لهم انتوا كذابين لانكم تكذبوا زي ابوكم، كان كذاب من طول عمره، كذاب وابو الكذاب وابو الكذابين. كان قد تالى للناس منذ البدء لم يثبت في الحق، لأن ليس فيه حق، وما تتكلم يتكلم بالكذب إنما يتكلم مما له، لأنه كذاب. كل واحد فينا بيكذب لازم يخاف ويرتعب، لأنه بيحط نفسه بنو الشرير. ولو بني الشرير لو طبقنا عليه القاعدة النهاردة، الكذاب مش هيبقى من بني الملكوت، الكذابين هيبقوا ايه بنو الشرير، هيبقوا زوان مش هيبقوا حنطة. والزوان قال عليه ايه المسيح يا أحبائي؟ قال دعوه ينمي مع الحنطة في الآخر، يجمع في الأول الزوان وحزما ويلقى في النار ويحرق. يبقى الكذب هيوصلنا إلى النار الأبدية. اوعوا تفتكروا إن فيه مهادنة ولا فيه إكسكيوز، الكذاب هيروح النار. الكذب خطية كبيرة، لازم نعرف دي ونعلمها لعيالنا. الكذب خطية كبيرة بتجعلنا أولاد إبليس، وتحطنا على إننا أولاد المعصية، وبتحطنا على اننا في درجة الزوان، والزوان سوف يجمع ويحرق بايه بالنار. قبل ما نشغل بالنا بقى بحاجة تانية، نشوف احنا نفسنا فين.
نحن أبناء لمن نقبل التبني له. إبليس يتبنانا ونحن نتبنى أفكاره، لكن وخداعه طبعا وتجارته، ويحولنا زي ما قلنا إلى زرعا فاسدا أو زوانا. أما التبني لله، تعال نشوف التبني بقى لله. الله بيتبنانا. التبني لله هو بالروح القدس، لكننا لا نظل في حالة تبني، لكننا نصير أبناء حقيقيين. بإيه؟ بإيه؟ بتحول إلى إيه؟ بالولادة الجديدة. أيوة، في المعمودية كنا متبنينا بالتبني، وصرنا وارثين في المعمودية. في المعمودية صرنا إيه؟ قرايب، أهل، عيلة واحدة. ففي المعمودية صرنا أبناء ووارثين. شوف ربنا بيرفعنا في مستوى العلاقة بيننا وبين ربنا، يدينا الحرية ويدينا التبني ويدينا البنوة نفسها بالروح القدس. لما ننزل في المعمودية بناخد بالروح القدس هذه البنوة. فلما نبقى إحنا بعد كده أولاد المعمودية وأبناء لله وأبناء ليسوع المسيح، مدفونين معه في المعمودية ونقوم معاه، هو فينا وإحنا فيه، هو الكرمة ونحن الأغصان، يبقى عيب علينا بعد كده إيه؟ نجيب ثمار سيئة أو ثمار ردية. تقول لي متعمد وفي الروح القدس وابن ربنا وبارك المقدس وبعمل وبعمل، لكن الثمر الذي تعطيه أنت عارفه وأنت عارفاه، هل هو ثمر رديء ولا لا؟ كل ثمرة ردية إنما تعبر على إنه كل اللي أنا عملته ده ما استفدتش بيه. تعمدت ما استفدتش، خدت الروح القدس وبحزنه وبكدره، بارك الكتاب المقدس لكن ما بخشش في أعماقه، ولا ما بفهمش اللي بيتقال فيه ايه، بقى فصلي لكن بالشفتين، بتبع ربنا لكن بقلب غير مستقيم، فكر منقسم، ساعة ربك ساعة قلبك، بمشي على كيفي في الهوى زي الهوى ما يجيبني وديني، ما بقيتش ايه أغصان وكرمة، ما بقيناش ثابتين في المسيح. لو كنا ثابتين في المسيح نعطي الثمار اللي تحولنا الى زرعا جيدا. في الحقل بقى نيجي الموضوع النهاردة بتاعنا، أو يعني الفكرة بتاعت الموضوع. في الحقل يوجد حنطة وزوان، هكذا أراد الله أن تظل الحنطة مع الزوان في العالم. اوعى حد فيكو يحط بلان في مخه كده ويقولك أبعد عن الحتة دي، لحسن دي فيها زوان أروح في الحتة دي فيها. الشطارة أنك تظل حنطة وانت في قلبك وانت في فكرك وانت في ضميرك وانت في قطك وانت في بيتك وانت في عيلتك وانت في شغلك. الأول مارس حياة الحنطة الحقيقية وانت مع نفسك في الأول. هو مش هيجيلك البركة من برة، مش هيجيلك القداسة من برة، لازم تنبع من النور اللي جواك والروح الساكن فيك. إذا كان الروح الساكن فيك مش قادر يخليك تبقى حنطة، يبقى لما هتروح في جدران حواليك قديسين مرسومين كده وحوالين مش عارف ايه، تقول هو الجو ده اللي يديني القداسة. القداسة تنبع من إرادتك ومن ضميرك ومن تصميمك ومن عزمك انك انت تعيش مع ربنا. يبقى مش مسألة الظروف الخارجية. وليه الحنطة موجودة مع الزوان؟ نشيل الحنطة. ما التلاميذ قالوا نشيل الحنطة عشان نشيل الزوان عشان الحنطة تبقى ايه واخدة حرية. قال لهم لا، دعوهما ينميان معا لحكمة ربنا. يريد ان الحنطة تكون محاطة بالزوان، رغم انه الحنطة مثل الزوان لها نصيبها في المية وفي التربة وفي الشمس وفي الهواء وفي كل الظروف، بتتمتع مثل الحنطة تماما بكل الظروف، لكن يظل الزوان زوانا حسب إرادة الإنسان. احنا طبعا مش هنتكلم على النبات، ان هو بيدي المثل عشان نطبقه على حياتنا. يظل الإنسان اللي هو في الكاتيجوري بتاع الزوان زوانا بإرادته. بيقول في الآية 29، أتريد أن نذهب ونجمعه؟ قال لا، لألا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعون، ودعوهما ينمنان معهما كلاهما إلى الحصاد. ما تبصش بقى للي حواليك وتقول أصل اللي حواليا أغروني، أو أن أنا موجود في مجتمع منحل، أنا موجود في بيئة وحشة. لازم أنت تكون متين في علاقتك مع ربنا، لأن يسوع المسيح حتى وانت محط بالزوان عارف كويس، وبيقول لك دعوهما ينميان معا له إرادة. في ضغط، في ضيق، في اضطهاد، في بريشر، في تمبتيشن، أنا عارف، لكن الذي يصبر إلى المنتهى في هذا يخلص. واللي متين ومطعم في الكرمة الحقيقية ما يغرهوش مال العالم ولا شهوات العالم ولا مقتنات العالم، يظل قلبه متين رغم أنه في العالم، لكن العالم مش في إيه؟
مش في قلبه، لم يدخل العالم إلى قلبه، هو في العالم من برة لكن العالم ما دخلش إيه جواه. الحكمة، الحكمة أول حاجة إن الاستعجال في قلع الزوان قد يضر بالحنطة قبل ما الحنطة تشتد عودها، لأن إحنا قلنا هم بيموا وهم صغيرين ما نقدرش نعرف ده هتوصل إيه وده هتوصل إيه، ده بنطبق على حياتنا الروحية. لألا يقتلع زي ما قالوا، لو تصرف الله مع الإنسان الشرير من أول خطوة، هنفترض مثلا أنا رجل خاطئ لا سمح الله يعني أو يرحمنا ربنا، وفي أول السكة كده وانبهرت بالعالم وبدأت أنزلق، لو أطبق أنا المثل اللي بيقول شيل الحنطة من الزوان ده راجل وحش وهيعلم الناس الوحشة، جسه من 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 جذوره وشيله، ربنا يقول لا استنى ده لسه بادي، يمكن مال دلوقتي يمين مال شمال بكرة يتعدل، يستنى لألا بكرة هو لسه رخص لما يكبر في الإيمان وفي اختباراته مع ربنا يشتد عوده فيصبح قويا ويعود يقف بين الحنطة كحنط. فلا يريد أنه والعود ضعيف أنه هو إيه ربنا رحيم محنين بيطول باله، مش عايز الواحد من أول غلطة يروح قطع رقبته، من أول سرقة يروح دبح، من أول جناية ولا خطية ولا زلة يروح إيه صابب عليه النار، مستني عليه لعله إيه يتوب، يريد أن يخلص، دعوهما ينميان معا. وفي نفس الوقت لو الواحد وهو عوده في الإيمان ضعيف ويبص كده يلاقي أن ربنا قوي وجبار بحيث أنه بيعاقب الإنسان الخاطئ أول ما يخطئ كده يبيده زي ما قالوا التلميذين، نطلب نار من السماء عشان تحرق السامرة، قالوا لا 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 أنتم لا تستموا تعلمان من أي روح أنتم، السامرة دي هتخلص في جلسة واحدة معي، أنتم بتعملوا إيه تحرقوا الناس إحنا بنبشر ولا نحرق، طولوا بالكم طولوا، إزاي نستحمل أنهم بيتكلموا عليك، أي استحملوا ما يتكلموا اللي يتكلموا طولوا بالكم، وخلصت السامرة في جلسة في زيارة واحدة. بعدين مرة من مرات بيقول إيه مرور جمل من سوق بإبرة، لما بيقول على الأغنياء مرور جمل من سوق بإبرة أيسر من دخول الأغنياء، قالوا إزاي التلاميذ بقى إيه قالوا إحباط، خدوا بالكم من الفكرة، قالوا إحباط، قالوا الله طب مين يقدر يخلص، قال لهم لا المتكلين على إيه ذوي الأموال المتكلين على المال جوه قلبهم ما طلعش. فلئلا يصاب المؤمنين الضعفاء بالإحباط قال سبوهم سبوهم طولوا بالكم عليهم، منها نستنى للعود الضعيف دوه لما يشوف هيوصل لغاية فين ما نقدوش من أول غلطة، وفي نفس الوقت قال لعود الحنطة الضعيف أيضا اللي جنبه يخاف فيرتعب فيجي له إحباط ويفشل وييأس ويقول لك لا مش قادر أوصل، ده أنا من أول غلطة هو إيه رح شايل من أول الزرعة ما طلعت رح شايل الزوان من السكة وأنا ضامن في السكة أي غلطة. فبيدينا رجاء بيدينا أمل إنه هو طويل البال يحاسب في النهاية ولا يحاسب على البدايات. النقطة الثانية، طالما أن الزوان هم أبناء المعصية بإرادتهم فالتأني على الشرير له فائدتين، زي ما بنقول التأني على الشرير له فائدتين. بولس الرسول بيقول لتلميذه تيموثاوس بيقول له مؤدبا بالوداع المقاومين عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق فيستفيقوا من فخ إبليس إذ قد اقتنسهم لإرادته. ما أطول صبر الله على الخطاة، بيطول بال ويطول بال، ومرة واثنين وعشرة، وقال له بطرس سمحه سبعة، بطرس قال له سمح سبعة، قال له ضربها كمان في سبعين يا بطرس ما تبقاش مضيقة، وبيسامح هو الخاطي سبعة في سبعين، وكل يوم نقول له أنا شغلتي أختي وانت شغلتك تغفر، أنا عبد أختي وانت سيد ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا إيه بلا غفران، طويل البال في الغفران لعله بطول أناته يصبر على الحنطة، لعل الإنسان اللي يسلك سلوك الحنطة مسيره يتوب. وياما في ناس كتيرة جدا لما بتعيش في المجتمع وتبقى محاطة بناس كويسة بتبتدي تغير الاتيتيود بتاعها. ما أوسع مراحم الله على الخطاة، إنه ينتظرهم حتى الهزيع الرابع من الليل، يعطيهم فرصة ليتوبوا مثل اللص اليمين، يطيل أناته على العالم. ومين أدراك يا حبيبي، احنا بنتكلم كنا مفروض نتكلم النهاردة على نهاية العالم، ما يمكن ربنا مأجل نهاية العالم لما تتوبي ولما تتوب ولما نتوب، مش دي حكمة إلهية محبة إلهية غير محصورة؟ ليه ربنا ما جاش؟ ما نقولش ليه ما ربنا ما جاش مش جاي ومشكك، ربنا مستنيك تتوب ومستنيك تتوب، يمكن لما نبقى في حالة القداسة وفي حالة الاستعداد يقول لك نطول بالنا شوي، يمكن فيه في بوسطن 20-30 هيتوبوا، صدقوني لو فيه 20-30 في بوسطن هيتوبوا ربنا لازم يعمل بلان انه يخلصوا ما يهلكهمش، ولعل الله يطيل أناته على العالم
بأنه يتمهل في مجيئه لغد لما الخطاه يتوبوا. فلعل طولة الأناه على الزوان لا يقتلع مع الحنطة تغير من سلوك الناس الذين يسلكون حسب شهواتهم. أيضا فائدة من الفوائد: حتى يمتلئ كأس الأشرار لكي لا بيطول باله على الشرير، ما ياخدوش من أول غلطة وتاني غلطة وتالت غلطة وعشر غلطة وميت غلطة، بيستنى لما يشوفه هيوصل لغاية فين عشان ما يتلككش ساعة العدالة ما يجي حاسب. كما يعطي الرحمة بلا حدود سوف يتعامل بالعدل اللانهائي مع الخطاة، فيمتلئ كأس الأشرار لكي لا تكون لهم علة أو حجة في يوم الدينونة، ولا يظن الخاطئ في نفسه أنه مظلوم لكنه قد أعطي فرصا كثيرة وأهدرها. فكما طالت أنات الله عشان يقتدنا إلى التوبة، وإذا رفضنا فرص التوبة فنحن نزخر لأنفسنا غضبا يوم الدينونة. بيقول معلمنا بولس بقى عشان نشوف النص اللي بيأكد لنا طول أنات الله علينا كخطاة عزوان، مش عايز يقلع عزوان مستني عليه ليه؟ بيقول في رومية 2: أتظن أنك تنجو من دينونة الله؟ أم تستهين بغنى لطفي وإمهالي وطول أناتي؟ غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة، ولكن من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تزخر لنفسك اللي مش هيتوب يزخر نفسه غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادل الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. يبقى مطول باله على الزوان ليه؟ لما يستوفي الكاس بتاع الغضب، عشان لما زي ما قال في سفر الرؤيا يجي يصب عليهم جامة الغضب في الآخر بسبب انهم ما فاقوش وما تابوش من كتر التوجيه والنصح والإرشاد والمحبة والسماح والصفح ما استفادوش. أيضا نقطة تانية: الزوان لازم في الحقل للحنطة روحيا. زنقة يعني الأرض ما يكفي عليها، الأرض ربنا جعل الأرض حلوة والقمح حلوة وكل حاجة حلوة والشمس حلوة والهواء حلو وما يحب، ليه الزنقة بس بتاعت الزوان والمضايقة والضيق؟ ما هو ده ناموس الأرض، الضيق، الضغط، الاضطهاد، المحاربة، هو الجو الطبيعي الذي تنمو فيه النفس الروحانية. ده اللي بيظهر نوعية الحنطة اللي صمدت حتى النهاية وظلت إلى النهاية أنها حنطة. الإيمان الجيد لابد أن يمتحن، والامتحانات دي موجودة من أول الخليقة، أول ما خلق آدم قالوا في وصية آدم عشان تثبت ولا ما تثبتش، تعرف نفسك أنك أنت متين ولا لا، من شجر الجنة تأكل والوصية ما تأكلش، في تحذير، وصية واحدة بس، ده الامتحان بتاعك، خلي الامتحان ده قدام عينك، إن كلت منها موتا تموت. الإنسان لازم يمتحن، وإحنا موجودين في فترة امتحان، وإننا نبقى محاطين بالزوان والخطية والشهوات والإثارة والتجارب والألام اللي موجودة دي، ده نافع ولازم لنا عشان يبين لنا إحنا بنكتاز الامتحان ولا بنكتازوش. لازم من الضيق في العالم يكون لكم ضيق، لازم امتحن الإيمان الذي فينا بصبركم اقتنوا أنفسكم، والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. والضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكية، والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزى، لأن مجد الله قد محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. اللي في محبة ربنا ما يتشدش أبدا بقى لا تقول لي الجو في زوان، ولا تقول لي في إغراءات، واللي عاوز يمشي مع ربنا يمشي. ومر إلي واقف قدام ربنا قال له بقيت وحدي في المجتمع المنحل ده، كل الناس دي وحشة بتعبد أوثان كلها، وكل قال له ارجع يا إلي، أبقيت لنفسي 7000؟ إذا كان أبقى الرب لنفسه في العهد القديم 7000، ألا يبقي الله له في هذه الأرض أو في هذا المكان أو في هذه البلد أو في أي مكان ألافا مؤلفة من الركب التي لا تنحني؟ فأوعى تتأثر بأن الضيق كتر والاضطهاد كتر أو المضايقة كترت أو الزنقة كترت أو الشهوات، مين يقدر ينجو؟ ينجو اللي فيه من جوه قلب مستقيم وإيمان صادق، إيمان حقيقي. معلمنا يعقوب يقول: عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. يبقى الصبر والضيقة بيكمل الناس اللي جايين من الضيق. ما هو في السفر رؤية كده قال دول اللي جايين من الضيقة العظيمة، مين دول اللي قاعدين تحت المذبح؟ قالوا دول اللي جايين من الضيقة العظيمة. كل اللي راحوا يا أحبائي مروا في ضيقة، كلهم عاشوا وسط زوان، كلهم عاشوا تحت نفس الظروف لكنهم انتصروا. احنا عايزين المسيح القوي بقى،
مش عايزين المسيح اللي هو قاعد زي السمكة الميتة في البحر، الماء تجيبه كده يجي والماء تجيبه كده يجي، يقول لك هعمل ايه انا غصب عني اتحطيت في... تتحط ازاي ومعك معونة وقوة تنجدك حتى لو دخلت في اتون النار؟ ليه ما تبصش ليوسف؟ دخل يوسف في اغراء وضيقة شديدة وخرج وترك الثياب، كما يقول مع... كما يقول الأنبا شنودة في البيت الشعر اللي هو بيقوله، ترك الثياب وخرج، قال لها ايه انت ماسكه في ايه؟ خد الثوب انا مش عايزه، لكن قلبي لا يمكن انك تاخذيه. الانسان اللي عايش مع ربنا ما يقولش الظروف حكمت عليا، انا اتزنقت وما قدرتش، اصلي فتحت التلفزيون كده وبصيت لقيت المنظر قدامي ما قدرتش اقفله، اضربه برجلك التلفزيون اللي هيوديك في داهيه، ما قدرتش اقفله وقعدت سهران لغايه نص الليل وغرقت في الخطيه ومخك اتوسخ وقلبك اتوسخ. فين الانسان القوي؟ فين الإيمان الصادق؟ فين المحبة الكاملة لكي تكون معلمنا؟ نرجع ليعقوب، ما الكتاب المقدس مسابش حاجة، عارف ان كل ده هيجي علينا، وزيك بيقول ايه، عالمين ان امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، واما الصبر فليكن لها عمل تام، مش ناقص في شيء، تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين. الكمال نتعلمه من الكتاب المقدس. مين يدينا روح الكمال؟ لو احنا أغصان في الكرمة وإحنا بنشرب من عصير الكرمة حقيقة، مش بنتناول كما القوم، ما ناس تتناول، في ناس يجي تتناول ممكن يعني ويكون بدون استحقاق، بيتناول ومخاصم، بيتناول ومخاصم، بيتناول ويشتم، بيتناول في عداوة، بيتناول وبيكذب، بيتناول وبيعمل زي أهل العالم، بيتناول ويطلع ممكن يسكر بالليل مثلا، بيتناول ويعمل أي حاجة أي خطية. طب ما فيش كمال، لأنه مش واخد العصير بيستفيد به، لكن بيسرب هذا العصير على الأرض، ولكنه يذخر لنفسه دينونة على أنه بياخد دم يسوع المسيح الذي يطهر من كل خطية، ويستبيح لنفسه أنه هو يتناول وبعدين يعمل خطية. أيضا نقطة تانية بالنسبة لوجود الزوان والحنطة في حقل واحد، لازم ربنا يصبر على الزوان مع الحنط. من أدرانا قلنا وجه الشبه كثير بين الحنطة والزوان، خصوصا في الوقت المبكر، هل يثبت أم يفشل؟ الحنطة، الحنطة هل تثبت الحنطة ولا لا؟ ما نستنى برضو للآخر، وتتحول الحنطة الظاهرة أنها حنطة إلى زوان ويبان ويسقط في فخ ويسقط من مخافة الله. فالانتظار أيضا امتحان زي ما قلنا، نعرف به هنصمد في محبة الله للنهاية ولا لا، وهذا يبرر لماذا صبر الله علينا حتى النهاية، لكي نتصرف حسب عدل الله. زي ما صبر ربنا على الحنطة للنهاية على الزوان للنهاية لعله يغير رأيه ويغير طريقه ويجي في آخر أيامه ويتوب يبقى كويس، أيضا يصبر على الحنط اللي مستني عليها يثبت، ولا بس كده شوية ريح قداسة جات له وبعد كده إيه أي حاجة تانية ضغط عليه رجع، عايز يشوفه متين في إيمانه ولا لا، لأن على قدر إيمان كل واحد يجازى. أيضا لازم ربنا يصبر على الزوان مع الحنطة في حقل واحد، لأن أبناء الملكوت يعتبروا مؤثر قوي على أولاد الشرير أو بنو الشرير في العالم، لعلهم يغيروا لما يشوفوهم زي ما قلنا في الأول، هجت النقطة، يغيروا من الحياة المقدسة والسيرة الحلوة ورائحة المسيح الزكية، ويحسوا بالمسيح في الناس دول، ويحسوا بالسيرة الحلوة بتاعتهم فتشدهم للمسيح فتغير عن طريق الزوان. ولعل ان ربنا بيجيبنا هنا وحطتنا كحنطة وسط زوان او في اي مكان انت موجود فيه، اوعى تتضرر وتتألم، لك رسالة في هذا المجتمع اللي انت بتحتقره او مش بتحترمه او مش عاجبك او مش راضي عنه او خايف منه، لك فيه رسالة انه تفوح منك رائحة المسيح الزكي. كنت بتفرج على فيلم بتاع الاخت اللي انتوا عارفينها اسمها نهت، وبتحكي عن حياتها لما دخلت الايمان، حاجة تمس القلب في عمق، بتقول أنا كنت قبل ما أبقى مسيحية كنت أقدر أعرف الإنسان المسيحي الحقيقي ولا لا من عينيه ما يخش علي، كان في قوة عجيبة في الإنسان المسيحي، كان معاها واحدة سكرتيرة مسيحية، كنت أحس بقوة نابعة من هذا الإنسان أو من هذه الإنسان، أحس برائحة المسيح، البخور بشمه لما بتخش جاية صايمة جاية مصلية، بحس. إحنا يا أحبائي لازم ننقل هذا الإحساس للي من حوالينا، دي رسالة المسيح فينا. وبعدين مرة ورا مرة قلت لها تعالي خدي قولي لي ايه الموضوع، انت ايه الموضوع،
انت بتؤمنوا بإله وتبدأ تتكلم معه بنؤمن آه بإله واحد، احنا إلهنا واحد، وبدأت تدور على الإله الواحد، وبدأت من كلمة اثنين ثلاثة من سلوك الناس المسيحيين اللي حواليها تعرضت لضغوط وتعرضت لألام، وبتعتبر أن هذه الألام سبب بركة ومجد، وبتقول أنا ما استاهل. شوف بقى، ما كانتش مسيحية في جيلنا، احنا عايشة يعني ما زالت عايشة في جيلنا رائحة المسيح الزكية، تقدر هي تشاور تقول فلانة وفلانة وفلان 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 رأيت فيهم المسيح. احنا فينا المسيح ولا ايه يا جماعة؟ امال ما بنغيرش اللي حوالينا ليه؟ ما بنتغيرش احنا، ما بنغيرش الجو اللي احنا عايشين فيه ليه؟ هذه رسالتنا، لا نحتقر الزوان الموجود، لان الزوان مسؤوليتنا اننا نعرفه طريق الله لكي يتحول من زوانين. الزوان في يد الله ممكن انه يتحول، احنا مش هنحول احنا، لكن رائحة المسيح، كلمة المسيح، قدوة المسيح، عمل الله يحيل الزوان ويحيل الفاشل الى ناجح، ويحيل الشيء الوحش الى شيء كويس، والشيء الرضي الى شيء صالح. هذا يلقي علينا في هذا العالم الموجودين نحن فيه اليوم مسؤولية كبيرة، نحاول ونجاهد مع الله ومن خلال الله لكي يتحول الحق لكل للرب ولمسيحه، ونختبر عمل الله في الزوان. وهتشوفوا بعينكم لو كنتوا صادقين في حياتكم وفي سريرتكم، هتشوفوا ازاي ان الله يستطيع ان يحول ناس كثيرين. كان شاول ينفذ تهديدا، كان مهدد، كان راجل يسموه التيرورست، يسموه في التعبير الانجليزي تيرورست، يروح كما يروح في حتة يقبض على الناس، دخلهم السجن ويقتلهم ويذبحهم، وتحول بولس الى قديسا وكارزا وخادما. قال ما استحقش ان انا اموت من اجل المسيح، انا اعتبرت كل اللي عملته في حياتي قبل ما اعرف المسيح كانها زبالة، ولكن انا اتمنى ان ادوم في فضل معرفتي للمسيح. ده رسالتنا يا احبائي، ان نصير قدوة، نعطي انفسنا قدوة حتى يتمثل بين الاخرين. علينا مسؤولية، بدل من زي ما بيقول المثل، ما عرفش الصيني ولا ياباني، بدل ما تلعن الظلام اضيقوا ايه؟ شامعة. طبعا احنا عندنا امثلة اقوى واعظم بكتير من الكتاب المقدس، لكن المسيح كفاية انه قال انتم نور العالم، مش قال شمعة، شمعة ايه؟ قال انتم نور العالم. بدل ما نقعد نتكلم على الظلمة او نسخط على الظلمة، نضيء العالم باعمالنا، بايماننا، بقوتنا، بقدوتنا. يجب ان نصير قدوة في هذا المجتمع وفي اي مجتمع على فكرة، هنا وبرا وهناك وقدام وورا وجنوب وشمال، يجب ان نصير قدوة. بيقول معلمنا بولس لتيتوس تلميذه، مقدما نفسك في كل شيء قدوة للأعمال الحسنة لكي ده الإنجيل بيقول لكي يروا إيه؟ حافظينها، لكن مش عارفين نعملها يا خسارة. لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي هو، هيمجدوا يقولوا برافو كده، ولا التمجيد إننا نقلدهم ونعمل زيهم؟ هو ده تمجيد الله، إنه نجيب أولاد العالم خلال هذا النور الذي فيك، وإن كان النور الذي فيك ظلام فالظلام كم يكون فيك، نور يستطيع أن يضيء للناس الذين في الظلمة، وفيك ملح يستطيع أن يصلح فساد العالم كله، وفيك رائحة المسيح القائم من الأموات التي تستطيع أن تهز كل ميت. ده يعطيك السلطان لو أنت صادق وتصلي وتصرخ لربنا، يستطيع بك أنه يعمل عملا عظيما. ما تبص يا أخي في العهد القديم، شوف إليش عمل ايه، وإلي عمل ايه، وشمشون شخص واحد، شمشون عمل قد ايه؟ هتقول انا هجيب لي قوه منين وانا زي شمشون؟ واللي عطى شمشون قوه ما يدكش ليه؟ فين قوه الصلاه بتاعتك؟ وفين قوه المخدع؟ فين قوه ايمانك؟ وفين رجائك في كلمه المسيح؟ وفين صبرك؟ وفين احتمالك؟ لو كان فيك في قلبك هذا الايمان وهذا الروح، قادر بنعمه الله انك تهدم حصون وتتغلغل في نفوس الكثيرين وتجذبهم من المسيح، وتحول ناس كثيرة، وياما ناس كثيرة بترجع للمسيح من خلال سلوكنا احنا البسيط. يقول لك فلان هو اللي رجعني لربنا وعرفني طريق ربنا، رحمة الله وحنانه وحبه. يجب انه دور كبير على الحنطة انها تقوم بواجبها من ناحية الزوان. فاحنا ما فيش داعي اننا نلعن الزوان اللي من حوالينا، بقدر ما نصلي ونخدم وننور ونتعب. وان كنت انت تحتسب نفسك كحنطة، اسأل نفسك هل انت حنطة بصحيح ولا لا؟ لحسن بعدين تيجي تفاجأ في الغربال تلاقي نفسك نزلت، لان البذرة بتاعت الزوان رفيعة تنزل من الغربال. لحسن ساعة الامتحان تكون انت فاكر انك انت حنطة وما كنتش حنطة. اختبر نفسك اولا، وان كنت واثق في المسيح الذي فيك وواثق من نفسك ومن ايمانك وعملك مع ربنا، فانت عليك دور
للزوان اللي من حواليك ده انه يتحول الى ايه؟ الى حنطة. واعرف ان المسيح عامل معانا وعمل معانا وبذر قبل كده دم، وانت ما عليك غير انك انت تنور النور وتطلع ريحة المسيح التي فيك، وتخلي الملح الذي فيك او 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 النضارة التي فيك والصلاح الذي فيك يعم على الذين من حولك. الهنا قادر انه يجعل حياتنا في اي مكان، في اي مجتمع، تحت اي ظروف، تحت اي مؤثرات، نظل حنطة للمسيح اللي اعتبر نفسه حبة حنطة وقال ان لم تقع حبة الحنطة في الارض وتمت تظل. لازم يكون على هذا المستوى عشان نقدر نجيب ثمرا كثيرا، نبقى زي المسيح. المسيح قال ان بقيت حبة الحنطة وحدها فهي تبقى وحدها، ان لم تقع في الارض وتمت. تبذل وتجاهد وتصبر وتحتمل وتبقى عنيف في ايمانك وقوي في ايمانك مع ربنا، تظل وحدك. لكن لما تبقى مستعد انك تموت ولو من اجل ايمانك، تموت في المسيح وتحب المسيح للنهاية، يستطيع ان يصنع بك عملا عظيما وتعطي ثمارا لملكوت السماوات 30 و60 و100، ليس زوانا ولكن ايه؟ حنطة. الهنا قادر ان يجعل حياتنا كلها ثمر لملك ملكوت السماوات. الخدمة الاسبوع الجاي ان شاء الله الاربعاء والجمعة بعد الظهر من 5 إلى 7، والخميس الصبح من الساعة 7 إلى 9. احنا بنشكر الناس اللي تعبوا مع الضيوف اللي جم من اراوند امريكا وكندا، ناس جم من كنيسة مارجرجز بالمانيال عشان يقضوا معنا الويك اند ده، وناس كتيرة من الكنيسة خدموهم وتعبوا معهم، بتعبوا معهم، متشكرين المحبة، هم بيقدموا هذا الشكر، فاحنا متشكرين بلسانهم ليكم. الارض اللي احنا اخدناها طبعا كلكم سمعتوا عليها، اخدناها في صيام العذراء، عطتنا العذراء spiritual retreat area كبيرة قوي. نشكر ربنا خلال الأسبوع اللي فات احنا قدمنا ورق عشان نقول للبنك يعني يضمننا او يدفع لنا او يتعامل معنا، فالحمد لله الورق عدى من البنك، وان شاء الله ربنا يدينا فرصة بقى ونبتدي ناخد خطوات إيجابية في اننا نبتدي نستلم الأرض في القريب العاجل، ونبتدي نشوف ربنا عايز مننا نعمل فيها ايه، لان دي مكان حلو جدا لولادنا وبناتنا وأجيالنا وأجيال أجيالنا. بس صلوا ربنا يعمل كل خير. تفضل صل. اجعلنا رب مستحقين نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماء. نسيت اقول لكم احنا كنا صلينا قداس عيد العذراء في الارض بتاعه الريتريت، ومسجلينه شمامسه وكل اللي حضروا يعني مسجلينه على شريط فيديو، اللي عايز يطلبه من المكتبه يجي له الاسبوع الجاي، اللي يحب يحتفظ بيه يعني او اللي يحب يشوفه يعني. والان محبه الله الاب ونعمه الوحيد ربنا لنسنا سلام شركه موت ارسكم مع جميع، امضوا بالسلام، سلام الله يكون مع جميعكم.